الدكتوراه بتاعت حضرتك في ايه؟ انا طبيبه. حضرتك دكتوره بشريه في تخصص معين ولا؟ بس انحرفت. انا كنت طبيبه اطفال. حضرتك كنت طبيبه اطفال وانحرفت ليه حضرتك؟ انحرفت، دخلت في القرايه والكتب والتاريخ. الى اي مدى كان الصداع والزهق اللي جال حضرتك من وراء الاهتمام بالثقافه في مصر؟ هو مش زهق ولا صداع، هو هم. يعني كل ما يقرا ويشوف الحاله العامه مش على هذا القدر من الوعي، بيحصل له نوع من الهم الثقيل يعني. انما الدنيا هتتصلح اكيد يعني. واتضايقتها الاقبال الحلو ده على المعرض، ده دليل ان الناس على فكره شرقانه. انا اتفاجئت بالاعداد والله. طبعا الناس مبسوطه. عارف اللي بينزل يجيب كتابين للاطفال اهو، اسمه نزل المعرض. بالظبط، ده حلو. انا شفت كميه اطفال كتير قوي. بالظبط. طب قولي لحضرتك، ايه التصريحات اللي اتفهمت غلط لسيادتك او تم نشرها بشكل خاطئ او تم تحريفها؟ سيبك من الكلام ده والنبي احسن، انا تعبت. يعني نقدر نقول ان الهجوم اللي حضرتك على الفيسبوك ده سببه ان تصريحات حضرتك اتنقلت غلط؟ لا مش ده بالدرجه الاولى يعني، انما اللي بالدرجه الاولى سيبك من التصريحات اللي اتحرفت. تمام. انا عموما عمري ما بجيب سيره اشخاص في الحديث. تمام. انما المشكله في ان كل اللي بيدعوا ان هم احرار وديمقراطيين بعيد تماما، بعيدين تماما عن هذا الكلام. هم ديكتاتوريين قمعيين اصلا. تقول رايي مش رايي مش رايي بالجزم وبالشباشب يعني، يا ريت هجوم. لا دي شتيمه شخصيه. هو انت لما يبقى رايك غير رايي، المفروض ان انا ارد عليك بما هو الحجة بالحجة، يناقشك في رمال الفكر بالفكر مش الفكر بالبراطيش، ما ينفعش. تمام. هي دي الحالة اللي موجودة. الحرية بتاعتي أنا والديمقراطية بتاعتي أنا والكرامة الإنسانية بتاعتي أنا، واللي مش عاجبه يطلع بره. هي دي الحالة العامة يعني. ألف شكر حضرتك دكتور لميس جابر، شكرا جزيلا.